السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي داير انا الخوت؟ بخير عليكم، كلشي مزيان، الله يحفظكم. تتمه الفيديو ديال الصباح باذن الله الخوت. في العودة غادي نلوح لكم فيديو في 40 دقيقة، الله ما نقسمو كيف قلنا. بالنسبة لدابا ان شاء الله الخوت، حاولنا نعطيهم غير داك السمسم مع السيكاليم، السمسم فقط. وغادي ان شاء الله غادي نطلقوا الخوت هذا السمسم مع السيكاليم. دخل 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 دخل، وان شاء الله الخوت غادي ان شاء الله ان شاء الله هبطوا بنيتي، هبطوا 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 بشويه عليكم، هبطوا هبوط موفق باذن الله. زيد زيد بابا، زيد وليدي، زيد هبط هبط هبط. لا لا لا، هيا غادي يهبط. كيف ما قلنا الخوت ان شاء الله عطيناهم غير فقط، عطيناهم السمسم مع السيكاليم هو اللي عطيتهم في الاكل. دابا ما بغيتش نعطيهم الشعير او الماكله السبور، ما بغيتش نعطي لهم. قلت مع راسي حتى ياكلوا هاد السمسم قدروا يستافدوا منه، والله اعلم. صفر سبعة، انا نوريك صفر سبعة. ها نشوفوا الحاله ديالها. الحاله الميكانيكيه صفر سبعة. اين كي صفر سبعة؟ ها هو هذا يمكن. ها هو ها هو ها هو ها هو ها هو تياكل ها هو شي. لا لا لا، باقي بيض هذا، خاتم ابيض هذا. اين كي صفر سبعة؟ راه واو شتو شتيه. لا ماشي هو اللي حدا. لا صفر سبعة ما بانش لينا الخوت. صفر سبعة هو، نشوف ها هو. لا ماشي هو، ماشي هو داك اللي طار. هو صفر سبعة هو اللي كيفرفر الخوت، راه هو في لصق في الباب. هذاك هو صفر سبعة ان شاء الله. دابا الخوت في هاد الوقيتة هادي كيخرج الطائر، الطير شتيهم دابا كي كيشوفوا الخوت في السما الفوق، كيشوفوا في السما الفوق الخوت، تيكون اما الشاهين سبحان الله العظيم. شتي ولا كيتحرك بزاف الوقيته بعد الظهر، يعني الوقيته ديال الغداء بعد الظهر كيتحرك بزاف. كما قلنا شنو اليوم؟ شنو اليوم؟ الاربعاء. الاربعاء سخوت بلا ما نطلقهم، بلاش انا طلقتهم البارح بلا لا بلا ما نطلقهم الخوت. اليوم الاربعاء، باقي الخميس الجمعه، يومين ان شاء الله يوم السبت غادي نطلقهم باذن الله. حتى اليوم السبت باذن الله غادي نطلقهم. كنا باغيين نطلقوا هاد الوليدات، نطلقهم ولا بلاش؟ صغار ها؟ نطلقهم كاملين. تكيني هاد الوليدات هادو ماشي عندك الطوبه محاريق وعندك هاد البدعي هذا اللي منقط في راسو، وهاد الدفلي هذا هو اللي هنا حداك. هادو باقي ما عمرهم خرجوا للسطح كاع، ما شافوش كاع السطح كيداير، واش كاينه السما ولا ما كايناش. كاع ما خرجوا كاع للسطح؟ لا. خليهم ياكلوا السمسم بعدا يكون خير. هذا الخوت الذكوره راه خرجناهم ياكلوا داك شويه ديال السمسم اللي بقى، اما كينقبوا عاد غادي نعطيهم الماكله ديالهم ان شاء الله. وهنا دخلنا اللوف ديال الاناث الخوت ان شاء الله باذن الله. كاع دوك الزغالي اللي ما فيهمش طرطاقات وانهم تبا كيطيروا كلهم كنعلموهم الخوت بالطرطاقات ديالهم. كاع الزغلولات هادو بحال هادو ندير لهم ان شاء الله. دي ضعيفة، هادي بنت ليا ضعيفة في يدي، هادي مهرسة، هادي مهرسة لحنا ان شاء الله كلهم. تا هاد الحميمة الكبيرة الخوت، هادي بنت ليا ضعيفة هادي. هاد نشوف هادي شحال الرقم ديالها، 43. هادي تا هي هاهي، هادي اللي كنا خايفين منها تبارك الله، هادي اللي كنا خايفين منها الخوت. تا صغيرة هادي، هادي هي اللي درنا فيها نمرة التليفون، هادي خفنا منها لا تهرب لينا. صافي دابا راه كطير ان شاء الله. درنا لها نمرة التليفون، درت لها نمرة التليفون عاد طلقتها.
لا ما كنتيش. نعلمهم الخوت كاملين ان شاء الله. اروح طويبية فينا هي. ابشوي عليكم. هاي الطوبية محروقة الشي هاي. هادي اللي كانت مضروبة في الجنح ديالها. راه خوتها دابا اللي عزلنا الخوت خوتها. واحد اختها راه مشات. دابا راه عزلنا جوج ديال الخوتين ان شاء الله. عزلنا تماك جوج ديال خوتها. وان شاء الله الخوت كنقول والله اعلم يوم السبت باذن الله بقى لنا واحد الطوبيه. واحد الطوبيه ما فيهاش طقطقه اه صغيوره. طوبيه اه راهي فوق ديال هي هذيك معلمه ماشي معلمه. بقى لنا هاد الطويبيه الخوت هادي باقا ما داكش لها الطريطيقه هي هادي. هادي بنت نتوى ديال الحاج نعمان مع الدكر البرتغال. حتى هي نعلموها ان شاء الله. وكيف قلنا الخوت ضروري غادي نطلقوا الحميمات ان شاء الله غادي نطلقوهم. صافي يمكن اخر حمامه هي هادي. غادي نطلقوا الحميمات اللي كيطيروا عندنا ان شاء الله. ومن بعد غادي نطلقوا دوك الزغاليل باش نشوفوا رد الفعل. ها هي باقا حمامه ماشي ها هي. هادي انت ولا هذا مكان اكثر على مكان الله اعلم ياك. هاوشي شي ذكر هذا المكان الله اعلم. الخوت غنديروا له طرطقه موفية. هذا ذكر انا هذا خو ديك نتوى اللي جدينا دابا ان شاء الله خوها. هذا خو ديك نتوى هذا ذكر. غادي نحولوا عند الدكور ان شاء الله. هذا نحولوا عند الدكور. هذا ولد البرتغال مع نتوى الحاج نعمان الطوبية الحاج نعمان وبارا بورتيغال دكار نيت طوبي نيت. هذا نطلقو هنا مع يلا الخوت الله يرحم الوالدين. ان شاء الله دابا غادي نعزلوا الحميمات اللي كيطيروا هما اللي غادي نخرجوا. بالنسبه للزغالي اللي ما عمرهم خرجوا بحال هذا ها هو وبحال هذا الطوبي هذا الدفيلي محريق. كاين شي حميمات هنا ما عمرهم خرجوا باقي ما عمرهم خرجوا ان شاء الله ما غاديش نطلقوهم باذن الله. يلا الله يرحم لكم الوالدين. ونشوفوا هذوك الوليدات دوك الساع وثاني شنو غادي يديروا يعني واش غادي يطيروا مزيان او لا. الله يرحم الوالدين. الخوت نطلقوا الذكور هما الاولين يطيروا ضروري نطلقوهم خرجه الشويكي. على بركة الله الخوت على بركة لنا. اجي لعندي الحمام الخوت تبارك الرحمن كلشي طار تبارك الله. راه الشوكي ها هو الشوكي. شو الشوكي اجي من هنا اجي ها هو الشوكي ها هو شو شوف هنا يهبط ها هو وما كيهبطش انت تقلب على المنزل ديالو الخوت. الحمام ها هو ها هو الحميمات الحميمات هما علاوة الخوت تبارك الله. حميمات علاو ولله الحمد يعني الامور مزيانه. هانا الخوت ومع متى خشوكي راه خشوكي داو خشوكي تا هو راه داخل معاهم. اول اول خشوكي اول ذكر يهبط او اول ذكر هبط. نتوا هادي نتوا الخوت اول انثى. الشوكي فين هو الشوكي ما عاد فين هو الدور اللي كيديروا بحال جايين من المطلق. اها الحمد لله كيف ما كان الحال. الحميمات كيت المجموعه الخوت راه تجمعات ومازال غادي نعزو بعض الذكور غادي نزيدوهم هنا ان شاء الله. الشوكي ما كاينش معاهم. الشوكي لا الشوكي هو يبان لك هابطه في شي بلاصه حدانا هنايا 100%. هما دابا بداو يدورو حاضرين شوف هما دابا هنا فين غادي يهبطوا ان شاء الله الخوت. هنا فين غادي يهبطوا باذن الله. ماشي هو داك الشوكي اللي معاهم. لا معاهم الشوكي. فين هو؟ الا ما كاينش الشوكي بنتي ما كاينش. هذيك ام الشوكي هذيك ماما ولفات ليها الطير. لا ولات كطير. دابا البداله هي اللي كتخلي الحمام ما كيطيرش بنتي. البداله كيتنتف في جناحه وما كيقدرش يطير. ولله الحمد الخوت راه الشوكي هبط هو وخوه بجوج بهم هبطوا هو وخوه. ها الاخرين غادي يهبطوا الكليكه الثانيه. دابا نمشيو نقدموا لهم الخوت. يجيو معنا جيو نمشيو نقد الاكل. راه درنا اليوم الخوت تقريبا نص ديال السبور درنا نص ديال السبور ونص ديال ماشي الكازاير ديال الشعير والقمح. اجي لهنا اجي بنيتي اجي دخل 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 دخل
سدي الباب ضروري سدي الباب. هاد الكير هذا خصني نديرو له الطرطقه شي هو اللي هبط. هذا ما فيهش طرطقه تشنبو. دخل 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 الخوتين ان شاء الله ان شاء الله الخوت هذا الزغلول هذا ما بقاش كيعرج هذا عقلته على خوش شوكي ها هو الخوت خوش شوكي هو هذا فين هو الصبعين ها هو هو هذا هذا انتم ردوا البال ردوا البال ليه ها هو كيتمشى شوف ما بقاش كيعرج الخوت هو كيتمشى عادي خوش شوكي نتمنوا ان الحميمات كلهم بلاتي ندخلوهم من الباب ان شاء الله نتمنوا الخوت كاع الحميمات اللي كيعرجوا منهم الذكر ديال بوشعره نتمنوا انهم يبراو كيف كنقولوا ان حتى شي حاجه ما تبقى عوجه كل شيء يتقادي ان شاء الله باذن الله اونتريو اونتريو راهو الخوت لاحظتوا راه شويه 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 باقي كيعرجوا انما شي شويه حنا نتسناو الخوت الحميمات الاخرين تيهبطوا راه باقيين طايرين حنا نوريهم لكم في السماء ان شاء الله تيهبطوا باش نعطيهم ماكله كاملين ضربه واحده يا ماما هاما الخوت شوم كابانو يلا صافي بابا شي داك طبيعي مخمزه يا بابا ها راه شي سكيه راه هو تحتها خليته بان نشوف العين الاخرى ها ها بحال فيه الدمعه تماما الخوت واحد ذكرت كيف قالت لي يا بنتي عينو مخمجه يعني راه بحال فيه الدمعه ان شاء الله غادي نشدو هي التقطيره في الجيب عندي غنديرو ليه التقطيره ان شاء الله غندير ليه التقطيره غندير ليه التقطيره هو الخوت بالنسبه لهاد الوقيته هادي ديال البداله راه ضروري من الامراض اسكت كنعالجك اصاحبي تاكسا مالك انت قال لي فادي ونتسنى حتى تشرب واحد شي شويه حيت الدمعه كتشربها العين وحنا راه كنتسناو الحمام الاخرى باقي طايره الخوت ان شاء الله باقي طاير ما بغاش يهبط نتسناو حتى يهبط لينا باش نعطيهم ياكلوا كاملين دقه واحده هذا هو اللي قلنا غنديروا ليه الطرطقه راه واحد العين بدات كدمع عنده غير شي شويه اه غير صار تعصب يلا تنتج الخوت الحميمات الحمد لله ما هبطوا ان شاء الله باقيين جوج بياسات اللي باقيين ما يهبطوا دابا قدامكم ان شاء الله جوج راه ما مشاو ما علينا نجيو نعطيهم الخوت ان شاء الله يجيو معنا يجيو بسم الله على بركه الله دخل 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 كيف العاده بالنسبه لخوت ديك القرعه اللي خدينا ديال شنو سميتها الرقصاصه راه نقولوا على مشارف الانتهاء صافي مبقى لها والو تسالي باقي فيها غد اليوم وغدا يمكن ياك باقي فيها يومين نقدروا الخوت نضربوا نقدروا ما نحبسوهاش تسالي يعني باقي فيها يومين الخوت ان شاء الله الرقصاصه هادشي اللي بان ليا باقي فيها يومين اليوم وغدا باقي ماشي اليوم وغدا باقي فيها غدا وبعدو يمكن باقي فيها واحد شويه في دخل 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 ها اللي باقي ليا هذا اللي هبط شتي هذا اللي هبط من دوك الحمام اللي شرينا العام اللي فات حيت سولتيني دخل 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 ما بقيتش جوج بياسات الخوت اللي باقيين طايرين ماشي مشكل الحمد لله حلي معاك الباب بنتي حلي اليوم الباب هذا صافي كيف قلنا جوج بياسات الخوت جوج ديال الدكور اللي باقين وان شاء الله غادي نطلقوا الخوت دابا الزغاليل باذن الله غادي نطلقوا نتيوات داكشي اللي كيطير عندنا البركه اللي كطير عندنا ومن بعد غادي نطلقوا حتى يحضروا يبغوا يهبطوا ان شاء الله تيشبعوا طيران وغادي نطلقوا معهم دخل 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 غادي نطلقوا معهم الخوت ان شاء الله نطلقوا معهم النحاسي ودوك الدفالاسي وفابويد بحال هكاك ان شاء الله نتمنوا فيهم الخير ان شاء الله وعاد نعطيهم الاكل ديالهم دخل 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 هما جوج هما يدخلوا ان شاء الله جوج هما غادي يدخلوا دخل 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 دخل
وباقيين جوج الخوت طايرين، واحده ودخل باقيين جوج طايرين. كي بحال الا قلنا والله اعلم، انا تنقول والله اعلم الخوت كاين بحال تيكون طير هاد الوقيته ديال الظهر. دابا راه يمكن في الساعه بالضبط بلا ما تشوفي تما كنقول لك شحال 24 دقيقه 24. شوفوا عندي انايا كتراكم عندك 24. انا الخوت شحال في الساعه؟ هادي 24 اليوم الاربعاء باذن الله. وهاد الوقيته الخوت بحال اللي قلنا الا كيبان الطير والله اعلم. هذا ما كان ها كيخرج يتغدى حتى هو فهاد الوقيته، راه خصو كيكون مشكل تيكون عنده الولاد وخصو ضروري ياخذ ما ياكل ضروري. بالنسبه للحميمات غنطلقوا معهم الحمر واخته، يعني الانثى الانثى اللي بحال اللي قلنا عليها كبيره، كيف قلنا الانثى اللي قلنا كبيره المنقطه غادي يطيروا ان شاء الله يقعدوا باذن الله مع الحميمات، ومن بعد الخوت تيبداو يهبطوا عاد غادي نطلقوا معاهم الحمام الاخر، الحميمات الاخرين عاد غادي نطلقوهم ان شاء الله على بركه الله. ها نسيني واحد ولد بنتي هاو فاطمه الزهراء، نسينا دفلاوة كان يخرج لينا والله حتى كان يخرج. سير 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 نحاسي غيطير ان شاء الله. يلا على بركة الله على بركة. اخوت بالنسبة للحميمات هما طلقناهم طايرين، طلقنا الخوت الحميمات هادو الزغالين باذن الله، ومن بعد تنشوفهم بغاو يهبطوا هما بداو كيتجمعوا اللهم بارك. كيف قلنا الخوت بداو كيتجمعوا ان شاء الله فينا هي لا دياولي يا دياولي ماما ثلاثة خرج بوحدها، لأن الحمامة بنتي دابا باقي ما تدريساش أنه يتجمع، يعني دابا يبقى يطير مشتت أصلا باقي ما مولفش مزيان. واحد آخر فينا هذا الشيء، واحد راه قلت لي فات الصحن وباقي ثقيل في الطيران. شي هو شوف 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 اللي فيه السيف أبو هذا الأخرى قوية حتى هي، باقي ثقال في الطيران الحمام، باقي ثقيل في الطيران الخوت. شوية بشوية غادي يتجمعوا إن شاء الله، راه بحال العام اللي فات الخوت، العام اللي فات راه بحال هكا تقريبا. كنا كنتلقاهم بحال هكا كيبقاو مشتتين، انما مع المده مع المده مع التمرس مع المده ان شاء الله وكيتجمع الحمام. دابا كومي ماما واحد شويه دابا الحمد لله، الميكله الخوت راه حطيناها كتكرمل كتشمش، لان الله اعلم حنا ماشي كنقولوا راه هي غامله ولا شي حاجه، لا زوينه الماكله غير كنقولوا حنا ربما لان كانت عندي في واحد البيت لتحت فيه البروده ربما انها تدير الريحه ولا شي حاجه، راكم لاحظتوني كنت كنشم فيها لان كانت في بلاصه فيها البروده. انت راه ولد فين هبطت شتي؟ راه ولد واحد الوليده فين هبطت؟ راهويه فين هبطت؟ حنا غنتسناهم تيبغيو يهبطوا ان شاء الله الخوت، وغادي نطلقوا لهم الاخرين باذن الله والله يرحم الوالدين. الخوت حنا خرجنا دوك الحميمات اللي عندنا بهم الغرض دابا. بو عميره شوف 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 كي خايف شوف 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 كي خايف الخوت هذا بو عميره، هذا ولد الشرام بو عميره خطير كيجي يضرب ليا الجوج هنا. كيف قلنا الخوت بو عميره كيجي يضرب الجوج فوق اللوفت ديال الاناث كيتخبى تماك، وهذاك عارفو عندك بو عميره وعندك ذاك اللي يدير بحال الباز جناح وقصار كيجي قاصد ليا الشجنه هنايا، يعني هذاك خطير ذاك الطير وكيخلع الحمى والجوج كيصدر واحد الصوت. كيف قلنا الجوج الخوت كيصدر واحد الصوت خايب، يعني بحال الانذار بحال كيدير الانذار، والجو الخوت راه براد كيف كتلاحظوا سينا بنيتي الليل. غنخرجوا الخوت دابا دوك الزغاليل ان شاء الله، نتمنوا انهم يطيروا عادي ويهبطوا باذن الله، عاد غادي نعطيهم الاكل ديالهم. ها هما هاد الشنبوك اللي تشد لينا البارح نعاودوا نخرجوه، ومع اخوه الاخر مع الطوابه هنا جوج طوابه هما خرجوا ان شاء الله. الحمام هو باغي يهبط هو بداك يهبط، الحمام هو بداك يهبط ان شاء الله. انا كيف كتلاحظوا الخوت الحميمات بداو كيهبطوا، حنا بغينا غير هادو يطيروا مع الكبار ان شاء الله. يلا الله يرحم الوالدين. الحمد لله الخوت حنا طلقنا الحميمات كاملين هما طاروا كاملين دابا، ما ام خصنا ماما خويا مخدام كامل. ها ماما شوف ها واحد مصبوغ ها هو مصبوغ شوف راه هذا هو اللي كتشد لينا هو شي عقل عليه. هاو
هذا هو اللي كان تشد لينا. الحمامات الاخرين هما جايين ان شاء الله، نتمنى انهم يهبطوا. هاي بياسة هبطات. حنا كنتولعوا فيهم الخوت ان شاء الله، نتمنوا انهم يهبطوا وما يضيعوش، نعطيهم الاكل ديالهم والشراب اللي فيه الدواء باذن الله. هي بياسة غتهبط، هي حمامة غتهبط هبطي. ها الحمامات بداو كيهبطوا الخوت ان شاء الله. فينا هما فينا هما الاخرين؟ ان شاء الله ان شاء الله يهبطوا باذن الله باذن الله، كل شيء الخوت باذن الله. ها باغي يهبط باغي يهبط، باغي نهبطوا الخوت ان شاء الله، باغي نهبطوا وان شاء الله غادي يهبطوا باذن الله. عاد غادي نحسبوا العدد الاجمالي ديالنا باش نعرفوا شنو كاين ان شاء الله. ها ما يهبطوا، هبط هبط هبط. شي واحد فين هبط ليا؟ هو هبط الخوت هذاك اللي كان تشد لينا، هو هبط الحمد لله. داكشي مشى الله قالت لنا فاطمه الزهراء. صافي ان شاء الله ما يبقى كامل باذن الله. الحمد لله الخوت على بركه الله، الحمد لله حنين بداو كيهبطوا ولله الحمد. النحاس عاود ما كاينش معاهم شي هبط؟ لا محال ما هبطش. باقي نسد بياسات الخوت اللي بان اللي بانوا لي مجموعين. اجي جيب لي تاجي هنا. دخل 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 سدي معاك البيه. الحمد لله الخوت الحمد لله والشكر لله. شي ناقص طوبي واحد وناقص نحاسي غادي يجي غادي يجي ان شاء الله. ان شاء الله الخوت غادي يجي غادي يجي باذن الله. كيف قلنا الخوت غادي نعطيو الحميمات ياكلوا بعدا. دخل 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 دخل. منين نساليو لهم الدواء راه غادي نعطيهم بطبيعه الحال الخوت الاكل، نعطيهم الماكله الصبوغ ان شاء الله. دخل 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 دخل. مشى الوقت، خرجوا هاد الزغادي اللي هنا. دخل 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 دخل. احنا باقي تا شي 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 رام 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 فريق الخوت والله الا شي 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 اجي اجي من هنا اي بياس اي بياس شي باقي الحمام هاي حداتها هاي حداتها الحمام باقي الخوت مخربق هاي هبطات باقي الحمام مخربق باقي الحمام كثير مخربق ولله الحمد لا 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 ما تمنش ما تخرجش خرج تاكل هذا ما كان يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين وكيف العاده تحيه الخوت والحباب في ارض الوطن وخارج الوطن الناس كاع اللي كيبغونا الله يحفظهم ونجيهم نمشي نطير هذاك الحميمه باش تطلع الفوق تاكل. دخل 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 دخل. كيف كنقولوا الخوت ديما هذه غولاعه الحمد لله جينا غا كنتولعوا. النزار النزار فيما كنطلق كيطلق هو كتلقى صاحبي ما تطلقش علاش كت يلا الخوت تحياتي لكم الله يرحم لكم الوالدين. بالنسبه لبعض الحمام راه باقي الخوت بعض الحمام لان كاين عباد لا طالقين لهذا الشيء والحمام تخربق لا ديالي ولا ديالو باقي الحمام بزاف الخوت تالفين ان شاء الله ملاقي بعضياته هذا مكان. يلا تحياتي لكم الله يرحم لكم الوالدين. لحد الساعه الخوت هنا الامور راه طيبه لحد الساعه الامور طيبه باذن الله. الذكر ديال ذاك الذكر المحروق الخوت المعلوم اللي مريض راه هذاك باقي مريض الله يجيب ليه الشفاء وكجلي راه سخونه بزاف كاين حراره بزاف رجلي سخونه بزاف نتمناو ليه الشفاء حنا المجهود ديالنا راه كنديروه الخوت في سبيل الله هذا ما كاين. الله تحياتي لكم الله يرحم لكم الوالدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.